الوزراء، وزير التموين، وزير التجارة والصناعة، وأيضاً محافظ القاهرة واتحاد الغرف التجارية. واسمحوا لي طبعاً يعني في البداية طبعاً إن أنا الحقيقة أعبر عن شكري وسعادتي لكل الشركات اللي بتعرض النهاردة، لأن الحقيقة أنا راجعت بنفسي الأسعار، والأسعار تأكدت إن الحمد لله الأسعار يعني في تخفيضات كبيرة جداً جداً جداً. النهاردة الحقيقة إحنا عندنا يعني المعرض ده على مساحة 12,000 متر، في أكتر من 165 شركة بتعرض السلع بأسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقة أنا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي إن شاء الله هتكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهتقترب من 8,000 منفذ يعني قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله، وكلها بتعرض الأسعار والسلع بنفس الأرقام اللي احنا بنشوفها جوه. ويمكن يعني امبارح طبعا لما حضراتكم يعني كنا متشرفين بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وأكد سيادته على ان الحمد لله الدولة المصرية لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا ان احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط ان احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته ان احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر ان احنا نساعد المواطن في تحمل الاعباء في هذه الفترة. والحقيقة يمكن يعني امبارح فخامة الرئيس في كلمته كان بيؤكد على ان ازاي الدولة المصرية الحمد لله كانت قادرة بالتخطيط الجيد انها والتخطيط السليم وانها تكون احتياطيات كافية من السلع، وهو ده اللي الحمد لله مكننا النهاردة مع هذه الأزمة العالمية الغير مسبوقة يعني إن إحنا نكون قادرين على استيعاب هذه الأزمة ونتحرك ولدينا الرصيد الكافي من السلع اللي هو يؤمننا لشهور قادمة إن شاء الله. وده يمكن نقطة مهمة جداً أنا حابب إن أنا أوجه كلامي للمواطنين. إحنا الحقيقة كحكومة دائماً بنحط تخطيطنا على المدى البعيد. أنا مش عايز إن أنا النهاردة في هذه الأزمة اللي محدش عارف ملامحها ولا متى ستنتهي، والنهاردة كل العالم يعني أي كلام على هذه الأزمة والمدى الزمني لانتهائها هي مجرد تخمينات، وبالتالي إحنا كحكومة وأنا بقولها بمنتهى الشفافية لازم دايماً نخطط يعني تحركاتنا على السيناريو اللي نقدر نقول عليه السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع عشان الدولة تبقى قادرة دائماً على الصمود والبقاء في فترة طويلة. فعشان كده يمكن كان أكيد لما حضراتكم سمعتوا إن إحنا حتى يعني بعد ما كنا أعدينا الموازنة قبل الأزمة الروسية والأوكرانية على أساس الظروف الطبيعية، رجعنا الموازنة مرة أخرى واتعملت الموازنة بطريقة أكثر تحوطاً، وتوجيهات سيادة الرئيس أيضاً إن إحنا نطيح احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه عشان بقدر الإمكان هذا الاحتياطي يوجه في الغالب لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات اللي هي ممكن تحصل فيما يخص الأسعار، بحيث لما بنمرر جزء للمواطن بيبقى الجزء اليسير. ودي نقطة مهمة جداً لازم كلنا نبقى فاهمينها، إن الحمد لله الدولة المصرية حتى مع بعض الزيادات الأسعار اللي بتحصل ما زال هذا الرقم يعني يعتبر يسير جنباً للي بيحصل في كل دول العالم. دول العالم كلها بدون استثناء، وأنا بخص هنا الدول المتقدمة، الزيادات اللي بتحصل بتمرر بالكامل على المواطن. ممكن يبقى المواطن عندنا يقول لا ما هو مرتباتهم هناك أعلى، لكن نتخيل لو إن النهاردة كانت تكلفة المعيشة بمية فجأة بقت على المواطن بالضعف، فأكيد كل المواطنين هيبقى بيعانوا مهما كان مستوى دخلهم. لكن إحنا بقدر الإمكان والحمد لله كدولة مصرية دايماً واخدين بعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، ودايماً واخدين إن إحنا بقدر الإمكان الدولة تمتص جزء من هذه الصدمات، ويبقى في جزء لازم طبعاً إن إحنا نديه للمواطن، لأن لا يمكن كدولة مهما كانت إمكانياتها إنها تشيل كل التكلفة، لأن ده على المدى المتوسط ممكن إن هو يؤدي إلى مشاكل كبيرة جداً مالية واقتصادية. وإحنا يمكن الحمد لله مصر حققت يعني مكاسب كبيرة جداً من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتاني بستعير الكلمة اللي قالها فخامة الرئيس امبارح، إن لولا هذا البرنامج ونجاحه والدولة المصرية قدرت إنها تقف على رجليها وعدينا أزمة كورونا، ده برضو اللي مخلينا النهاردة الحمد لله قادرين إن إحنا نصمد ونستمر في عملية التنمية.
في تأثير سلبي؟ بالتأكيد في تأثير سلبي زي كل دول العالم، وعشان كده إن إحنا بنتحسب هذا الموضوع وإن إحنا دايماً حاطين نصب أعيننا أنا عايز أحافظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي اللي حصلت وتفضل الدولة المصرية ماشية بالمعدلات النمو الإيجابي اللي هو كانت بتحصل. إحنا كان يمكن الخبر اللي نزل امبارح عن إن الدولة المصرية في تواصل مع صندوق النقد الاجتماعي، آسف صندوق النقد الدولي، على إن إحنا نعمل برنامج جديد. وعايز هنا يمكن أقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً، إحنا علاقتنا مع الصندوق طبعاً بدأت من 2016 لغاية يونيو الماضي في برنامجين، البرنامج الأول اللي هو البرنامج الأساسي اللي كان الإصلاح الاقتصادي واللي خلص 2019، ثم رجعنا تاني في ظل جائحة كورونا عملنا تاني برنامج آخر من يونيو 2020 إلى يونيو 2021، عشان نحفظ دايماً ونحافظ على استقرار النمو بتاعنا. لأن ميزة البرامج اللي بتبقى مع صندوق النقد الدولي إن الحقيقة الصندوق كمؤسسة عالمية العالم كله بينظر إليها وبيثق فيها، لما بيبقى فيه تعاون مع هذا الصندوق بيبقى ده شهادة نجاح للاقتصاد المصري. ومصر النهاردة مش بمعزل عن العالم، بالعكس إحنا بقينا جزء من العالم والعالم كله مفتوح على بعضه، فلما يبقى لكل المؤسسات الدولية بتشيد بالاقتصاد المصري بتبقى دي رسالة ثقة للعالم كله وللمستثمرين الخارجيين إن مصر صامدة وناجحة وماشية في المسار الصحيح. عشان كده يمكن أنا عايز أقول نقطة مهمة، إحنا من بعد انتهاء البرنامج في يونيو الماضي بدأنا مشاورات مع الصندوق فعلاً على إن إحنا نعمل برنامج جديد، لأن زي ما بقول لحضراتكم في ظل الظروف العالمية دايماً من مصلحتنا إن يبقى في برنامج مع الصندوق وتعاون مع الصندوق. والحقيقة لغاية قبل أزمة الحرب الأزمة الروسية الأوكرانية إحنا كان التوافق مع الصندوق إن هو برنامج دعم فني فقط، إن يبقى البرنامج إحنا ما كانش فيه احتياج لأي موارد تمويلية، وبالتالي إحنا طلبنا من الصندوق إن يقتصر البرنامج على إن هو يكون دعم فني فقط، ويبقى هدفه كله إن إحنا نضمن بالتعاون مع بعض نستمر في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص طبعاً عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على إن هو ياخد فرص أكتر في عملية التنمية. فكل ده هو نفس محتوى البرنامج. إحنا كل اللي حصل طبعاً تاني في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد النزاع الروسي الأوكراني، يعني طلبنا من الصندوق إن يبقى مع الدعم الفني إنه ممكن يكون في احتمال لمكون تمويلي نطلبه وقت ما نحتاجه، علشان لو الظروف لقينا إنه قدام محتاجين أي تمويل إضافي يبقى نقدر إن إحنا يكون لدينا هذا المكون أيضاً في الصندوق في البرنامج. اللي عايز أقوله، لأن دائماً نظرة المواطن البسيط إن لو عملنا برنامج مع الصندوق دي معناها إنكم هتحملوا لنا أعباء وهتعملوا لنا مشاكل، بالعكس إحنا الحمد لله الفترة البرنامج الأولاني هو اللي خدنا فيه كل الأصلاحات الكبيرة، والبرنامج اللي إحنا ماشيين فيه اللي خلص من سنة واللي إحنا كمان بنقدم عليه دلوقتي هدفه زي ما بقول لحضراتكم إزاي نحافظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو. دائماً تحدينا الكبير جداً دولة بتزيد عدد سكانها، حضراتكم عارفين على الأقل متوسطنا في العشر سنين اللي فاتوا في حدود الاثنين مليون سنوياً، يعني معنى كده أنا عايز على الأقل مليون فرصة عمل سنوياً جديدة. اقتصاد يعني بينمو بحجم كبير، دولة بتنمو بحجم كبير، عبء وتحدي موضوع خلق فرص العمل بيبقى عبء هائل علينا جداً. عشان كده إحنا قادرين إن شاء الله في الفترة الجاية إن إحنا نستمر، وبطمن كل المواطنين الاقتصاد المصري بخير، وحنستمر في خلال هذه الفترة. ودائما زي ما بقول لحضراتكم ده واجبنا كحكومة نضع دائما السيناريو الأسوأ ونخطط ليه ونتحرك على هذا الموضوع، لكن ربنا كرمنا والأمور انتهت والأزمة خلصت بأسرع وقت، خلاص بتبقى الأمور بشكلها الطبيعي. عشان كده يمكن أنا كنت حابب إن إحنا نتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع ونوضح كل الصورة. ويمكن إحنا كنا من يومين ثلاثة كان في مؤتمر آخر عشان نشرح برضو الموقف، وحنستمر في بصورة متوالية إن إحنا نشرح لحضراتكم كل الخطوات، عشان هدفنا كله إن إحنا نطمن المواطنين على نجاح الدولة المصرية واستمرارها والاقتصاد المصري إن هو بخير إن شاء الله. آخر نقطة أنا حابب أقولها، إحنا محتاجين كمواطنين أيضاً إن إحنا ناخد بالنا في الفترة دي، وده دورنا في موضوع ترشيد الاستهلاك. وحدي بس مثل صغير جداً فيما يخص البترول، إحنا من بضعة أشهر كان تمن برميل البترول 60 دولار،
مصر بتستورد عشان نبقى عارفين حوالي 100 مليون برميل في السنة. يبقى 100 مليون لما كان تمنهم 8 برميل 60 يبقى كان ده 6 مليار دولار، يعني 500 مليون دولار في الشهر. النهاردة تمن البرميل كام؟ 120. يعني بقينا مطالبين إن إحنا نستورد ب 12 مليار دولار، يعني بقى الشهر بدل ما كان نص مليار بقى مليار. ده ضغط كبير جداً على العملة وعلى الدولة. طب إحنا بنتحرك؟ آه عندنا والخطط بتاعتنا وكل حاجة، لكن لو المواطن النهاردة مع بعض ابتدينا نحاول نرشد استهلاكنا، التحركات اللي أنا يعني ممكن نقول إنها ممكن ما تكونش ضرورية في الانتقال والحركة وكل الكلام ده بيساعدنا إحنا كدولة أيضاً إن إحنا نرشد الكميات بتاعتنا. أنا كل ده بحطه ليه؟ لأن زي ما الدولة عمالة تخطط وبنحط تصورنا لغاية آخر السنة، يعني بتكلم لغاية آخر 22 بافتراض إن الأزمة دي لا قدر الله ممكن تستمر، لازم المواطن كمان يدرك ويحس بإن عظم الأزمة العالمية ويشوف اللي بيحصل في العالم كله وطوابير اللي بتقف على الأماكن المنافذ وعلى حتى محطات البنزين في كل العالم عشان الناس تعرف إنها تاخد المنتجات الأساسية. مرة أخرى يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله دايماً مصر بخير، وإن شاء الله يعني قادرين كدولة كحكومة كقيادة وحكومة وشعب إن إحنا نعدي الأزمة العالمية الكبيرة اللي إحنا موجودين فيها دي، وبإذن الله دائماً مصر إلى الأمام. وشكراً لحضراتكم.